مرحبا، كيفكن اليوم؟ بدي اعمل انا وياكم طريقة حلوة جدا سهلة وبسيطة ومكوناتها متوفرة بكل بيت. عنا اول شي نص كوب سميد خشن، بنستعمل السميد الخشن ما بينفع الناعم ابدا. وكمان عنا ربع كوب جوز الهند. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط بالطنجرة السميد 500 ملي ماي، نص كوب سكر، كمان جوز الهند، بحط نص الكمية، ملعقة صغيرة موارد. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتدوا عنا. بس غلى عنا الخليط، شايفين كيف؟ هلأ بحطهم بالصينية. بتركن على المجلى حوالي ربع ساعة ليجمدوا شوي. بعد مرور حوالي 15 دقيقة بحطهم على جنب. بدي اعمل الخلطة التانية. بحط كوب حليب بالطنجرة، جوز الهند، ملعقة صغيرة موارد. هلا انا شو عملت؟ استعملت موارد بالطبقتين. انتو اذا استعملتوا ما زهر نفس الشي بتستعملوا للطبقتين، الطبقة الاولى والتانية كمان. وكمان إذا حبيتوا تستبدلوا موارد والمزهر بفانيلا ما في أي مشكلة، بس بتستعملوا للطبقتين نفس الشيء، فانيلا أو موارد أو مزهر. ضيف نشا كمان، ملعقة طعام نشا، ملعقة طعام نشا مليانة منحطها، ملعقتين طعام سكر، اثنين. منحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. اشتد عنا الخليط بهيدا الشكل، هلا بحطه بالصينية. ما أجمل ريحة المزهر، فاحة وكتير رائعة. أنا لو حطيت الطبقة الأولى ودغري عملت التانية كانت شو عملت هيدي الطبقة؟ عشان تقيلة كانت خربت الطبقة الأولى، عشان هيك لهيدا السبب تركنا حطينا الطبقة الأولى 15 دقيقة بحرارة المطبخ عشان أبلع منها الطبقة التانية. هلأ بترك الحلو على المجلى لتصير بحرارة الغرفة وبرجع بحطها بالبراد أقل شي ساعة. هذا الحلو بعد ما حطيتها بالبراد ساعة، هلأ برش على الوجه جوز الهند. هذا الحلو اللي عملته أنا وياكم أخذت معنا تقريبا بالتحضير حوالي 10 دقايق. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم وتعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي حبايبي.